أبو مؤنس الرشدان، اليوم حنحكي عن المحاضرة الأولى بالهيستولوجي بالسي إن إس. بس بدي أحكي كبداية إنه السي إن إس شوي موضوع يعني جديد، حيكون نصيحتي إلكم يعني أهم إشي إنه تعرفوا الأناتومي. في البداية حتكون الأمور مخربطة شوي، بس لما تعرفوا الأناتومي شوي شوي يعني حتفهموا الأمور أكثر، أناتومي وهيستولوجي. خلينا نبلش بأول محاضرة هيستولوجي للدكتور أمل إن شاء الله. اليوم حنحكي بالمحاضرة عن الهيستولوجي والنيوروبيولوجي اوف نيورون والنيوروغليا، الموجودات بالسي ان اس اللي هم بالبرين، او حنحكي اكثر عن السباينال كورد اليوم وعن اللامينا اوف اريكست. طيب هاي بس شوية مصطلحات الدكتور حاطيتهم، انا حاطهم برسمة احسن للتوضيح. نروح للرسمة اللي حطيتها. ايوه، في عندنا شيء بنسميه مثلا كرينيال، او كرينيال اللي هو من جاي من كلمه كرينيوم، يعني من جهه الدماغ، فكرينيال معناها سوبيريور، تمام؟ لما تشوفوا كلمه كرينيال انه لاعلى، تمام؟ عكسها ايش؟ كاودال. كاودال تيجي بمعنى ذيلي، يعني ذيل، فذيلي معناها حتكون انفيريور، تمام؟ فصار عندنا كرينيال، صار عندنا كاودال. في عندنا برضو كيفالك، كيفالك برضو معناتها سوبيريور، تمام؟ في عندنا فنترال، فنترال اللي هي بمعنى انتيريور. في عندنا دورسال اللي هي بمعنى بوستيريور. في عندنا مثلا لنفرض انه الامبلايكس او السره اعتبرناها هي الميديان بوينت، هي النقطه الوسط بالبطن. فعندنا النقطه هاي والنقطه هاي، نعتبر النقطه هاي الاقرب للميديان بوينت بنسميها ميديال للنقطه هاي، تمام؟ فاللترال بيكون جانبي اكثر، ميديال بيكون رايح للميديان بوينت اكثر، تمام؟ في عندنا بروكسيمال وديستال. بروكسيمال مثلا عندنا الكوع، خلينا نفرض الكوع عندنا مفصل اليد، مفصل الكوع حيكون بروكسيمال للترنك اكثر منه لليد، فبنعتبر مفصل الكوع هو بروكسيمال ونعتبر مفصل اليد هو ديستال. وبس هاي المصطلحات يعني. طيب في عندنا شيء بنسميه برضه يونيلاترال، شيء بنسميه بايلاترال، شيء بنسميه ابسيلاترال، وشيء بنسميه كونترالاترال. اول شيء يونيلاترال، يوني معناها احادي، معناها حيكون مثلا عندنا يونيلاترال ليج انجري، معناها في عندنا اصابه برجل واحده مثل الصوره هون. في عندنا مثلا بايلاترال ليج انجري، معناها عندنا باي معناتها ثنائي، معناها اصابه في الرجلين، فهون عندنا بايلاترال بالاجر اليمين والاجر الشمال. في عندنا ابسي لاترال، ايش معنى ابسي لاترال؟ انه على نفس الاتجاه، مثلا عندنا اصابه باليد اليمنى مع القدم اليمنى او الاجر اليمنى، فهي بنسميها ابسي لاترال. طب لو كان عندنا اصابه باليد اليمنى او باليد اليسرى مثلا مع الاجر اليمنى، يعني كل واحد بجهه، بنسميها ايش؟ كونترا لاترال، تمام؟ بس هاي المصطلحات اكيد يعني مر عليكم بس للتاكيد. طيب في عندنا النيورون كلاسيفيكيشن، احنا بنقسمه لا depends on three elements. أول شيء الفانكشن، مثل ما بتعرفوا وظيفة النيورونز يا إما إنها تكون sensory، يعني تكون حسية، يا إما إنها تكون موتور حركية. في عندنا انتر نيورونز، هي بتكون between نيورونز يعني تعمل connection. في عندنا نيورو سكريتوري اللي هي بتطلع إفرازات، تمام؟ في عندنا depends on size، في عندنا جولجي تايب 1 وعندنا جولجي تايب 2. جولجي تايب 1 بيكون long axons، جولجي تايب 2 بتكون شورت اكزونز. في عندنا الاستراكشر، يا اما انه يكون يونو بولر، باي بولر، ومالتي بولر، حنحكي عنهم بصور لقدام للتوضيح. طيب في عندنا المورفولوجي اوف تيبيكال نيورون، مثل ما بنعرف الخليه العصبيه او العصبان باللغه العربيه، هي هاي عندنا خليه عصبيه، تمام؟ في عندنا نيوكليوس، تمام؟ هاي النيوكليوس، هاي السيتوبلازم او بنسميه بيريكاريون. في عندنا دندرايتس، الدندرايتس اللي هي عباره عن الزوائد او التشعبات اللي بتطلع من الخليه العصبيه. في عندنا الاكزون هيلوك، الاكزون هيلوك اللي هي النقطه بتوين السيل بادي مع الاكزون، تمام؟ بتكون طبعا لايتر ستيننج، شايفين هون الصبغه خفيفه هون بالاكزون هيلوك. في عندنا الاكزون بعد هيك، طبعا بدكم تعرفوا انه كل خليه عصبيه او كل نيورون له 1 اكزون فقط، 1 اكزون، تمام؟ شايفين هون في خلايا او نيوكلياي بتوين تو نيورونز، هي بنسميها جلايال سيلز، او الخلايا اللي بتعمل سبورت او سبورت للخلايا العصبيه، حنحكي عنهم برضه بالسلايدات الجايه. فمثل ما بنعرف انه ايتش نيورون كونسيست، مثل ما حكينا سوما او السيل بادي، مثل ما حكينا هي السوما.
تمام؟ من ايش بتتكون السومة؟ بتتكون من بريكاريون او سيتوبلازم. وايش داخل السيتوبلازم؟ بيكون في اورجانيلز، بيكون في عندنا النيوكليوس. النيوكليوس بيكون فيها نيوكليولس وات ايفر. تمام؟ نيوميرس ديفرنت اورجانيلز. برضه سراوندينج سيتوبلازم او اللي بنسميه بريكاريون، هاي حكيناها. في عندنا الدندرايت او اللي هي الزوائد، هي الزوائد عشان التوضيح، هيها شايفين هيها عادي ممكن الخلية العصبية يكون فيها نيوميرس دندرايتس، ممكن يكون فيها وان دندرايت، يعني مش شرط انه يكون في اكثر من دندرايتس. تمام. برضه في عندنا اكستنشنز اللي هي نفس الاكستنشنز، طبعا بدكم تعرفوا انه الدندرايتس تحتوي على سيتوبلازم، فعشان هيك بنسميها سيتوبلازميك اكستنشنز، يعني من نفس السيتوبلازم تطلع هاي الاكستنشنز. اخر شيء مثل ما حكينا انه كل خليه عصبيه او كل نيورون يحتوي على سنجل اكسون مش اكثر. طيب مثل ما حكينا انه ايش الكومبوننتس اوف سي ان اس، في عندنا برضه بيكون عندنا ايش بنسميه نيوروجليا. النيوروجليا هاي بتعمل بتكون سراوندز لل سراوندنج لل للنيورونز او سراوندنج لل للسيل باديز، للنيورونال سيل باديز. في عندنا كثير انواع اكيد بتعرفوهم من النيوروجليا او الخلايا الداعمه العصبيه الداعمه. في عندنا مثلا الشوان سيلز، ولكن الشوان سيلز غير موجوده في السي ان اس. الشوان سيلز بتكون موجوده وين؟ بالبريفرال نيرفس سيستم، حتعرفوا بالفصل الثاني بي ان اس. فالشوان سيلز هي بتعمل مايلين شيث اذا بتتذكروا، ولكن مش موجوده بالسي ان اس، موجوده وين؟ بالبي ان اس. فممكن هاي يكون موضح سؤال، على فكره ممكن يجي سؤال احد الخيارات ويكون هو الغلط، انه شوان سيلز بتكون موجوده بالسي ان اس. غلط، شوان سيلز بتكون موجوده بالبي ان اس. طيب هاي اول اختلاف بين الشوان سيلز. تمام. طيب ايش كمان عندنا؟ النيوروجليا في عندنا فور تايبس اوف النيوروجليا. في عندنا اول شيء الاوليجودندروسايتس. الاوليجودندروسايتس هي نفسها الشوان سيلز، بتعمل نفس وظيفه الشوان سيلز. ايش وظيفه الشوان سيلز حكينا؟ بتعمل مايلين شيث. وين بتعمل مايلين شيث؟ بالبي ان اس. الاوليجودندروسايتس هي اللي بتعمل مايلين شيث، ولكن وين؟ بالسي ان اس. تمام. بدكم تعرفوا الفرق الثاني بين الشوان سيلز والاوليجودندروسايتس، انه الاوليجودندروسايتس ممكن تعمل مايلين شيث لاكثر من اكزونز، تمام، عكس الشوان سيلز. الشوان سيل، كل شوان سيل بتعمل مايلين شيث لاكزون واحد، عكس الاوليجودندروسايت ممكن تعمل مايلين شيث لاكثر من اكزون. تمام، هاي اول شيء. بعدين في عندنا الاستروسايتس. الاستروسايتس وظيفتها انها بتساعد بالشيء بنسميه بلد بلد برين بارير، اكيد بتعرفوا انه عباره عن بارير او عباره عن حاجز بين الكابيلاري بلد او سيستميك كابيلاريز مع البرين كابيلاريز، بحيث انه ما يفوت عندنا كل المواد على البرين ويصير في عندنا توكسيسيتي. في عندنا شيء بنسميه المايكروجليا. المايكروجليا هي نفس الماكروفاجز، بس صح مثل ما بتعرفوا مثلا الماكروفاجز اللي بتكون موجوده بالبلاد بنسميها ماكروفاجز، ولكن لما هاي الماكروفاجز تطلع من البلاد مثلا وتروح على الليفر على سبيل المثال على الكبد بنصير نسميها كابر سيلز، صح؟ نفس الشيء الماكروفاجز هاي لما تروح على البرين بنسميها مايكروجليا. تمام. فايش وظيفه المايكروجليا؟ كونها عباره عن ماكروفاجز وظيفتها فاجوسايتوسس. عندنا اخر شيء، اخر نوع من انواع الجليال سيلز اللي هي بنسميها ابندايمال سيلز. هاي الابندايمال سيلز هي مسؤوله عن البرودكشن اوف سي اس اف او سيريبرال سباينال فلويد، اللي هو الفلويد اللي بتكون موجود بالفنتريكلز، حنحكي عنه لقدام ان شاء الله. وبس اذا الاربع انواع، اوليجودندروسايتس وظيفتها انها تعمل مايلين بالسي ان اس، الاستروسايتس بتساعد او وان اوف كومبوننتس اوف بلاد برين بارير، المايكروجليا بكونها عباره عن ماكروفاجز اذا وظيفتها فاجوسايتوزس، الابندايمال سيلز وظيفتها ايش؟ وظيفتها برودكشن او انتاج السي اس اف، السيريبرال سباينال فلويد، سي اس اف. تمام؟ طيب طيب هاي الحكي حكيناه بس للتاكيد. الاستروسايت بيكون موجوده بالجراي والوايت ماتر، مثل ما بتعرفوا انه النيرفس سيستم يحتوي اما يحتوي على جراي وايت ماتر، الماده الرماديه والماده البيضاء. تمام. ايش وظيفه الاستروسايت مثل ما حكينا؟ اللي هي ريجوليشن اوف بلاد برين بارير. الاوليجودندروسايت بتكون موجوده بالوايت والجراي ماتر برضه، وظيفتها مايلينيشن اوف اكسونز وين؟ بالسي ان اس، مش بالبي ان اس، بالبريفرال نيرفس سيستم، لا بالسنترال نيرفس سيستم، يعني وين؟ بالبرين وبالسباينال كورد. طيب المايكروجليا مثل ما حكينا هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن ماكروفاجز، فال ان اوريجين هي عباره عن ميزوديرم، تطلع من طبقه الميزوديرم بالامبريو.
طيب ايش وظيفتها كونها ماكروفاجز؟ وظيفتها فاجوسايتوزز. عندنا الابندايمال سيلز بتكون موجود بالفنتريكل مثل ما حكينا، حنحكي عنه لقدام. بتكون موجود بالسنترال كانال اوف سباينال كورد. طبعا في كونكشن بتوين السنترال كانال اوف سباينال كورد مع الفنتريكل، تمام؟ برضه حنحكي عنه ان شاء الله. بتكون عباره عن كولومينار سيلز، بتكون لها سيليا برضه. طيب ايش وظيفتها مثل ما حكينا؟ اسيست ان برودوسينج برودكشن اوف ايش؟ السي اس اف. برودكشن وكنترولينج، يعني بتعمل برودكشن انتاج وبتعمل كنترولينج إيه. تمام، موديفيكيشن، يعني بتعمل برودكشن للسي اس اف، بتعمل موديفيكيشن، بتغير فيه حاجات وهكذا. طيب مثل ما حكينا انه البرين والسباينال كورد يتكون من وايت ماتر وجراي ماتر، تمام؟ طيب كيف ترتيبهم؟ ترتيبهم بيختلف. عندنا السباينال كورد بيكون الجراي ماتر على شكل باتر فلاي شيب، على شكل فراشه. بيكون الجراي ماتر، هاي الجراي ماتر، تمام؟ هي اللي عليها دائره هاي، تمام؟ بيكون وين؟ بيكون سنترال، بينما الوايت ماتر بيكون بيريفرال. هاي بالسباينال كورد. بالبرين نعكس هذا الشيء، مش صح؟ احنا حكينا الجراي ماتر بالسباينال كورد بيكون سنترال، لا، بالبرين بيكون الجراي ماتر على البريفرال. شايفين؟ هيو جاي برا، من برا جاي الجراي ماتر. طيب الوايت ماتر لا، بتكون من جوا. طيب اوكي، طيب ليش ليش طب ليش صار عندنا وايت ماتر وليش صار عندنا جراي ماتر؟ السبب بسيط، بدكم تعرفوا شغله، انه المايلين شيث اللي بتعمله الاوليجودندروسايت لونه ابيض، تمام؟ فاي شيء بيكون فيه مايلين بيكون لونه ابيض، فعشان هيك الماده البيضاء او الوايت ماتر بتكون عباره عن ايش؟ بتكون عباره عن اكسونز، عشان انه المايلين بيحيط بالاكسونز، تمام؟ بيكون محيط للاكسونز، فالوايت ماتر ما بيكون فيها سيل باديز، بيكون فيها اكسونز فقط، تمام؟ بيكون فيها اكسونز، بيكون فيها جلايال سيلز. ايش هي الجلايال سيلز اللي بتكون موجوده بالوايت ماتر؟ اوليجودندروسايتس، اللي هي اللي بتعمل لنا المايلين شيث. طيب الجراي ماتر لا، الجراي ماتر بيكون فيه السيلز او النيورونز، النيورونال سيل باديز او النيورونز، تمام؟ هي اللي بتكون مسؤوله عندنا عن الكوندكشن والبروسيسنج، تمام؟ هي الخلايا العصبيه او العصبونات هي اللي بتكون مسؤوله عن الكوندكشن او نقل المعلومات واستقبالها. طيب طبعا الديفلوبمنت مش كثير مهم هذا الشيء، ولكن ديفلوبمنت اوف جراي ماتر اوف جراي ماتر بيكون بالعشرينات، بينما بالوايت ماتر بيكون ديفلوبمنت ممكن يصير للبيك له بالميدل ايج. طيب مثل ما حكينا الجراي ماتر بيكون بيحتوي على النيورونال سيل باديز او النيورونز، بينما الوايت ماتر كونه لونه ابيض اكيد حيحتوي على المايلين شيث. المايلين شيث محيطه بايش؟ محيطه بالاكسونز، فلذلك الوايت ماتر بيكون فيه الاكسون، الجراي ماتر بيكون فيه السيل باديز نفسها. طيب هاي الحكي حكيناه، ولكن إعادة. في عندنا أول إشي الوايت ماتر بيكون ديفويد، يعني خالي من نيورونال سيل باديز، تمام؟ يحتوي إيش بشكل أساسي؟ على المايلينيتد أكسونز، ملاحظين؟ على المايلينيتد أكسونز، عشان المايلين لونه أبيض فعشان هيك صارت وايت ماتر. في نسبة من المايلينيتد ولكن نسبة قليلة جدا، تمام؟ يحتوي على نيوروجليال سيلز اللي هي إيش؟ الأوليجودندروسايتس اللي هي اللي بتعمل لنا المايلين شيث. طيب السايت تاعه مثل ما حكينا بالبرين بيكون ديبر تيشوز، يعني بيكون سنترال، تمام؟ بيكون سنترال، تمام؟ بينما بالسباينال كورد بيكون بيريفرال، بيكون يعني خلينا نرجع للصوره عشان توضح. هيو الوايت ماتر بالسباينال كورد بيكون ايش؟ براني، جاي من برا، شايفين؟ هيو جاي من برا، بينما من جوا بيكون عندنا الجراي ماتر. بالبرين لا، العكس، الوايت ماتر بيكون هو من جوا، ملاحظين؟ هيو مغطى بالجراي ماتر اللي بتكون على السيرفس. طيب تمام، كونه بيكون بالسباينال كورد براني بنسميه سوبرفيشال تيشو مرة. طيب بنروح على الجراي ماتر. الجراي ماتر حكينا انها المكونات الاساسيه فيها عباره عن النيورونز او النيورونال سيل بادز او السوما، تمام؟ برضه بيكون فيها دندرايت مثل ما حكينا، سبورتيف سيلز، ما عدا ايش؟ الاوليجودندروسايت. الاوليجودندروسايت ما بتكون موجوده بالجراي ماتر، تمام؟ ممكن تكون موجوده ولكن بكميات قليله جدا. بالبرين مثل ما حكينا الجراي ماتر بيكون هو بيغطي السيرفس، هو بيكون من برا، تمام؟ بينما بالسبانال كورد الجراي ماتر بيكون من جوا، البتر فلاي ابيرنس بيكون جواني، يعني بيكون مغطى بالوايت ماتر. طيب هاي الفروقات بين الوايت والجراي ماتر. طيب هاي الهيستولوجي بشكل سريع، هاي هون عندنا السيل بادي او النيورون بالهيستولوجي،
تمام. هاي هون عندنا النيوكليوس، هاي هون عندنا البريكاريوم او السيتوبلازم، هاي هون عندنا الاكزونز، ملاحظين في بعض الاكزونز مايلينيتد، محيط محاطه بمايلين شيث. طيب في عندنا هون خلايا بتوين النيورونز، هاي بنسميها جلايل سيلز او السبورتيف سيلز، اللي هي عباره عن الاستروسايتس والاكدوندروسايتس والمايكروجليا. تمام. في عندنا الدندرايتس مثل ما حكينا، انه بيكون في عندنا الدندرايتس مثل ما انتم شايفين، هاي نيوكليوس ونيوكليولس. طيب في صورة أنا حاطها لتوضيح المالتي بولر واليوني بولر، تمام، والباي بولر. خلينا نمشي على السلايد اللي بعديه عشان نوضحهم أحسن. هاي الصورة من الكتيريو، موقع الكتيريو، للتوضيح. يعني في عندنا أول شيء المالتي بولر نيورون. مالتي بولر نيورون يعني عبارة عن إنه بيكون عندنا ون بيكون عندنا السيل بادي ون أكزون. طبعا مثل ما اتفقنا إنه كل سيل بادي بيكون لها أكزون واحد، تمام، يعني كلياتهم لهم اكزون واحد، ولكن ايش الفرق؟ انه هون بيكون عندنا سيل بادي الاكزون طالع من جهه واحده، تمام؟ الدندرايت بيكون عندنا مالتي دندرايتس، يعني هون عندنا مثلا بالصوره هاي بالفيجر هاي عندنا 10 دندرايتس، تمام؟ فعشان هيك بنسميها مالتي بولر نيورون. تمام؟ في عندنا باي بولر، ايش معنى باي بولر؟ عندنا الاكزون والله طالع من جهه، ومن الجهه الثانيه طالع عندنا الدندرايتس، تمام؟ فصارت عندنا انه السيل بادي بيطلع منه شغلتين، واحدة من هون واحدة من هون، فعشان هيك سميناها ايش؟ باي بولر. طيب بنروح عندنا على شيء بنسميه اليوني بولر والشيء بنسميه سودو يوني بولر. اليوني بولر بيكون عندنا السيل بادي، الاكزون بيطلع من السيل بادي، الاكزون نفسه بيطلع منه الدندرايتس، فهمتوا؟ فعندنا السيل بادي هون طالع منه بس شغلة واحدة، شايفين؟ حتى مش طالع منه الدندرايتس، عشان هيك بنسميه يوني بولر. تمام. في عندنا سودو يوني بولر، نفس اليوني بولر بس بتبين انها باي بولر، بس هي بالاصل عباره عن يوني بولر. ليش؟ عشان طالع منه بس من طالع شغله واحده اللي هي الاكزون، هاي الاكزون كامله، تمام. الاكزون نفسه بيطلع منه الدندرايت، بس هذا بدي اياكم تعرفوا. اذا بشكل سريع، المالتي بولر نيورون بيكون طالع عندنا من السيل بادي اكزون، من السيل بادي نفسه بيكون طالع الدندرايت، مالتي دندرايت. طيب الباي بولر لا، بيكون طالع عندنا شغلتين، بيكون طالع الدندرايت من جهه والاكزون من جهه. طيب اليوني بولر بيكون طالع شغله واحده، ولكن بيكون طالع عندنا الاكزون فقط، ولكن السيل بادي ما بيكون عليه دندرايت مثل المالتي بولر، تمام. هاي الفروقات فقط. السودو يوني بولر ببين انه باي بولر، بس هو يوني بولر عشان انه طالع بس شغله واحده اللي هي الاكزون فقط. طيب في عندنا هون برضه هذا حكي معاد ولكن بشكل سريع، السباينال كورد بيتكون من ايش؟ من اوتر لاير. الاوتر لاير ايش حكينا؟ الشيء البراني بيكون وايت ماتر، تمام. الوايت ماتر ايش من ايش بيتكون؟ مثل ما حكينا بيتكون بشكل اساسي من اكزونز، من اكزونز. الاكزونز اللي هي حنحكي تعرفوا بالاناتوم وحنحكي عنها لقدام، عباره عن تراكتس، تراكتس حنحكي عنهم، سباينو ثالاميك وسباينو سيريبيلر وات ايفر، حنحكي عنهم لقدام. برضه بتكون من جلايال سيلز، جلايال سيلز اهم شيء، الاوليجودندروسايتس، بيكون في عندنا بلاد فيزلز، تمام. طيب البتر فلاي ابيرنس او الانر لاير اللي هي هاي الجراي ماتر، من ايش تتكون الجراي ماتر؟ مثل ما حكينا من النيورونز او السيل بوديز او البيريكاريوم، تمام. سيل بروسيسز، سينابسز وجلايا. جلايا طبعا الجلايال سيلز ما باستثناء ايش؟ الاوليجودندروسايتس، تمام. طيب هون ممكن حد يسال سؤال، طيب مش احنا حكينا انه الوايت ماتر من برا والجراي ماتر من جوا، طيب كونها وايت ماتر مش المفروض تطلع بشكل افتح، لونها فاتح، ليش هون طالع بشكل اغمق او جاي على سواد؟ عشان احنا هون استخدمنا صبغه تصبغ لنا الميلين بلون اسود عشان نعمل ديفرنشيشن بين الوايت والجراي ماتر، فعشان هيك ممكن ناس تخربط انه لونها اسود هاي معناها هي جراي ماتر، لا، لونها اسود هاي وايت ماتر، عشان انه صبغنا الميلين شيث صبغه بتخليه لونه اسود، تمام؟ هذا الحكي بالجملة هاي محدود. طيب بعد هيك عفوا، هون نفس الحكي برضه، هاي فيجر بوضح لنا الوايت ماتر انه بكون من برا، الباتر فلاي ابيرنس او الجراي ماتر بتكون من جوا. في عندنا الوايت ماتر، في عندنا هون السنترال كانال، سنترال كانال برضه اللايننج لها ايش؟ كونه حكينا في كونكشن بتوين الفنتريكلز والسنترال كانال، بيكون في عندنا ابيدايمال سيلز برضه، يعني هاي برضه هون بتنتج سي اس اف فلويد، سيريبرو سباينال فلويد، حنحكي عنه برضه لقدام بالاناتومي وبالهيستولوجي ان شاء الله.
الجراي ماتر مثل ما حكينا بتتكون اكيد من النيورونز مثل ما انتم شايفين مالتي بولر نيورونز. في عندنا الجراي ماتر تتقسم لاكثر من جزء، في عندنا البوستيريور هورن او الدورسال هورن، عندنا اللترال هورن بيكون بيكون عندنا بالثوراسيك بالثوراسيك سباينال كورد، بيكون في عندنا اخر شيء الانتيريور هورن. كل جزء او كل هورن بيكون له وظيفه معينه، بيكون في لمينه معينه حنحكي عنهم ان شاء الله. مثل ما حكينا سنترال كانال اولسو بنسميها الابندايمال كانال عشانها بتكون الابندايمال سيلز برضه اللاينز ذا سنترال كانال، بتعمل سيربرو سباينال فلويد، بيكون في كونكشن، تمام، بيكون في كونكشن بتوين السنترال كانال والفنتريكولار سيستم الموجود وين بالبرين، تمام. ليش؟ عشان الفنتريكولار سيستم بيطلع عندنا سي اس اف فلويد بينزل للسنترال كانال وهكذا. اذا بتعرفوا اذا سمعتوا من قبل باللمبر بنكتشر انه مرات باخذوا خزعه من الظهر، او مرات لما يعملوا عمليه او بتم يعملوا تخدير موضعي او تخدير نصفي بيحقنوا المخدر بالايش بالسنترال كانال، هي نفسها هي السنترال كانال، تمام، بيكون فيها السي اس اف سي اس اف فلويد، تمام. برضه مثل ما حكينا انه شيرنج ذا سيم ابندايمال لايننج اللي هي الابندايمال سيلز بتكون لاين ذا فنتريكولار سيستم الموجود بالبرين الموجود فوق بالدماغ، وبرضه لاين ذا سنترال كانال الموجود بالسباينال كورد. طيب بيحكي لك هون انه الوايت ماتر والجراي ماتر بيختلفوا بالحجم بناء على ايش؟ بناء على الموقع اللي احنا موجودين فيه. مثل ما بتعرفوا انه عندنا سيرفايكال ثوراسيك من فوق لتحت، عندنا عندنا سيرفايكال ثوراسيك لمبر ساكرال، تمام. بيحكي لك انه الوايت ماتر على اكثر شيء بتكون موجوده بالسيرفايكال بالسيرفايكال سباينال كورد، تمام، يعني من سي 1 لسي 7 بتكون موجوده الوايت ماتر اكثر شيء. شايفين قديش كميتها للدهون، قديش فيه للدهون، يعني حجمها كبير كثير، كل ما ننزل لتحت بتقل الوايت ماتر. هاي اول معلومه. طيب بالنسبه للجراي ماتر بيحكي لك انه اكثر شيء بتكون موجود بالثوراسيك واللمبار، تمام، او عفوا بتكون موجود اكثر شيء بالسيرفايكل مثل ما انتم شايفين وباللمبار، اقل شيء بتكون موجوده عندنا بالثوراسيك. برضه بدكم تعرفوا معلومه انه الثوراسيك اللي بيميزها انه بيكون عندها لاترال هورن عشان في عندنا شيء بنسميه سمباثيك تشين، برضه هتعرفوا بالاناتومي. طيب بهمنا انه نعرف هاي المعلومه، بس هيك معلومه انه هسه في عندنا شيء بنسميه كولومز. هسه احنا الجراي ماتر، تمام، الجراي ماتر بيتكون من ايش؟ حكينا نيورونز، تمام، ولكن هاي النيورونز ما بتكون موجوده بكل مستويات السباينال كورد، يعني مش موجوده من عند السيرفايكال لاخريه الساكرال، لا ما بتكون هيك، ما بتكون موجوده من عند السيرفايكال لنهايه اللمبر عفوا، عشان مثل ما بتعرفوا السباينال كورد بينتهي عند L2 L3، تمام. فبدكم تعرفوا معلومه انه الكولومز هاي الموجوده او النيورونز النيورونز الموجوده بالجراي ماترز ما بتكون موجوده والله من بدايه السباينال كورد لنهايته، لا بتكون في مناطق معينه. فعلى سبيل المثال حناخذ مثالين، شيء بنسميه كلاركس كولوم او الانتر ميديو لاترال سيل كولوم، هذول التو كولومز او التو كولومز اوف نيورونز او تو كولومز اوف سيل نيورونال سيل بوديز ما بيكونوا موجودين بكل ليفلز اوف سباينال كورد، لا بيكونوا موجودين من الابر ثوراسيك من التي 1 لال 2، تمام؟ ما بيكونوا موجودين من التي 1 لنهايه السباينال كورد، او بيكونوا موجودين بالسيرفايكال، مش موجودين بالسيرفايكال، هذول ببلشوا من من الثوراسيك لحد ايش؟ لحد لحد ال 2. طيب هاي بس على سبيل المثال، يعني في كثير امثله، مثلا عندنا الاكسسوري، شايفين الاكسسوري من اصغره بس موجود بالمنطقه هاي من من اللور ليفل اوف ثوراسيك لبدايه اللمبر، تمام؟ هاي بس معلومة عن الماشي. طيب حنيجي لآخر موضوع اللي هو اللاميني، اللاميني اوف ريكس. طبعا ريكس اللي هو العالم او العالم اللي اكتشفهم. ايش يعني اللاميني؟ هسه احنا عندنا مثل ما حكينا الجراي ماتر، مثل ما بنعرف الباتر فلاي ابيرنس، اللاميني عبارة انه مناطق، فهم مقسموا الجراي ماتر لمناطق، مناطق من 1 ل 10، في عندنا لاميني 1 لاميني 2 لاميني 3 لحد ال10، تمام. كل مثلا عندنا اللامين 1 بتكون موجوده على المارجن، بتكون موجوده عندنا على على بتكون موجوده على الطرف، عشان هيك بنسميها لاميني مارجيناليس مثلا، هنحكي عنهم. طب بناء على ايش قسموهم؟ ليش مثلا ليش قسموهم؟ ديبندز اون السيل سايز والشيب والفانكشن، تمام. يعني مثلا في من لاميني 1 للاميني 4 هاي بتكون مسؤوله انها تنقل السنسيشن، تنقل البين، تمام، بينما من لاميني 5 للاميني 8 بتكون مسؤوله عن البروبريوسبشن والموفمنت على سبيل المثال وهكذا.
فالتقسيم ديبندز اون السيل سايز والشيب والدنسيتي، تمام؟ وبرضه ديبندز انه على الفانكشنز، انه والله مجموعه الخلايا هاي الموجوده بالمنطقه هاي تعمل وظيفه معينه، فعشان هيك احنا بنخلي اللميني هاي مثلا من اللميني 1 ل 4 هي المسؤوله عن البين، فعشان تسهيل يعني. طيب قسموهم الارقام، كيف نظام الارقام؟ عن طريق الارقام الرومانيه طبعا. ايش دورسو فينترال، يعني بلشوا الرقم الاول، بلشوا من ورا من الدورسال هورن، شايفين هاي الدورسال هورن وهي الانتيريور هورن، الرقم الاول بلش من الدورسال هورن. طيب خلينا نفصل فيهم شوي شوي. هاي هم اللمينه مثل ما حكينا، من الدورسال هورن 1 لل10، ال10 وين بتكون؟ عند السنترال كانال، تمام. طيب هاي لمينه 1 للمينه 4، هذول الاربعه مع بعض بيكون مسؤولين عن السنسيشن، خصوصا مسؤولين عن البين، البين سنسيشن او الشعور بالالم. فعندنا اللامينا واحد بنسميها لامينا مارجيناليس، ليش؟ عشان بتكون موجوده على المارجن، اسهل واحد للحفظ، كونها موجوده على المارجن بنسميها لامينا مارجيناليس، تمام؟ بيكون عندها الافيرنت افيرنت نيرفز، مثل ما بتعرفوا انه في عندنا شيء بنسميه افيرنت بالاي وشيء بنسميه افيرنت. افيرنت معناتها طالع، ايش طالع من الدماغ، تمام؟ الاشي الطالع من الدماغ خاط بيكون مسؤول عن الموتر، بيكون مسؤول عن الحركه، بينما الاشي الداخل على الدماغ خاط بده يجيب له معلومات الحسيه، فبنسميه سنسوري. فالافيرنت بتكون سنسوري، اللي بتبلش بحرف الاي بتكون سنسوري، اللي بتبلش بحرف الاي بتكون ايش؟ موتر، تمام؟ هنحكي عنه برضه لقدام، بس هاي هيك يعني كمقدمه، هنحكي عنه بالمحاضرات الجايه وبالاناتومي اكثر شيء وبالفسيولوجي. طيب لامينا واحد بنسميها اللامينا مارجيناليس، تمام؟ بصير في عندها ساينابس، او بصير في عندها ساينابس للافيرنت نيرف، يعني بصير عندها تجمع للمعلومات او للمعلومات الحسيه للمسؤوله عن السنسيشن. هم كلياتهم الاربع مسؤولين عن السنسيشن، تمام؟ مثل ما اتفقنا. لامينا 2 بنسميها سبستانشيا جيلاتينوزا، تمام؟ جيلاتينوزا، هون بصير في عندها ساينابس للبين فايبرز على وجه التحديد. احنا مثل ما بنعرف السنسيشن بيكون في عندنا لايت تاتش، بيكون في عندنا بريشر، بيكون في عندنا بين، وات ايفر، اشياء كثيره، تمام؟ فالبين فايبرز بتكون اكثر شيء عند السبستانشيا جيلاتينوزا، تمام؟ هي بتكون موجوده بالاربعه، ولكن اكثر شيء وين بصير ساينابس؟ عند التو. فبدي اياك تحفظه التالي، انه لامينا واحد بصير في عندها اسمها اول شيء لامينا مارجيناليس، بصير في عندها ساينابس للافيرنت فايبرز، لللارج دايميتر افيرنت فايبرز. لامينا 2 بدك تعرفوا اسمها سبستانشيا جيلاتينوزا، بصير في عندها ساينابس للبين فايبر. طيب لامينا 3 ايش بدي اياك تكونوا عارفين؟ ايش بكون فيها؟ بكون فيها بارت من سبستانشيا جيلاتينوزا، فعشان هيك بيكون فيها ساينابس للبين فايبرز، برضه فيها جزء من نيوكليوس بروبريوس. نيوكليوس بروبريوس هاي بتكون مسؤوله عن عن السنسيشن برضه، تمام؟ لامينا 4 بيكون فيها بارت برضه من نيوكليوس بروبريوس، فالاربعه صف عندنا بيكون مسؤول عن السنسيشن، تمام؟ وخصوصا البان سنسيشن، الشعور بالالم. طيب في خصوصيه او ميزه لللامينا 1 او اللامينا مارجيناليس، بمر من عندها شيء بنسميه شيء بنسميه تراكت اوف تراكت اوف ليساوير، تراكت اوف ليسور او ليساوير، تمام؟ هذا اسم عالم. بدي اياك تعرفوا بس المعلومه التاليه، المعلومه التاليه، احنا مثلا عندنا الايد، تمام؟ ايدنا غزيناها بإشي، تمام؟ او جرحناها بإشي، صح بصير عندنا شعور بالالم؟ هذا الشعور بالالم بينتقل عن طريق اعصاب حتى يصل لوين؟ حتى يصل للسباينال كورد، تمام؟ بيكون في عندنا شيء بنسميه تراكت اوف ليساوير. ايش اللي بصير عندنا؟ نفرض انه البين لازم يفوت عندنا على السباينال كورد من عند تي 5 على سبيل المثال، تمام؟ ايش اللي بصير عندنا؟ تراكت اوف ليساوير بيجي باخذ البين هذا الشعور بالالم، ما بيوديه مباشرة على ما بيدخله مباشرة على الجراي ماتر اوف تي 5، لا بيخليه ينزل لتحت او يطلع لفوق وبعدين بدخله برد يطلع عليه. للتوضيح انا جبت رسمة من الانترنت عشان تتوضح، هاي الرسمة هيو، تمام؟ نفرض عندنا شعور بالالم، صار بين، ماشي؟ بي بين، فهذا الشعور بالالم حينتقل من الاعصاب الطرفيه، حينتقل عندنا فيرست نيورون، اوردر اوردر نيورون، بعدين سكند اوردر نيورون، شايفين هاي التراكت اوف ليساوير، هاي التراكت اوف ليساوير، ما راح مباشره، ما راح مباشره هيك على الجراي ماتر، لا مشى بالتراكت اوف ليساوير بعدين دخل بالجراي ماتر. بس هذا اللي بدي اياك تعرفوه. وين بيكون موجود التراكت اوف ليساوير؟ بيكون موجود عند محيط بال بيكون محيط باللامينا 1 او باللامينا مارجيناليس، تمام؟ طيب بس هذا اللي بدي اياك تعرفه. طيب بعد هيك نيجي على اللامينا في، طيب احنا خلصنا من اللامينا 1 2 3 4، صح؟ طيب لامينا 5 6 7 و8 بتكون مسؤولة عن شيء بنسميه البروبريوسبشن،
البروبريوسبشن معناها الحس العميق. ايش معناها؟ ايش يعني الحس العميق؟ يعني والله انا لما اغمض عيوني واثني اصبعي بعرف انه والله اصبعي مثني بدون ما اطلع عليه، بعرف كيف اتجاهه، بعرف اتجاه حركته، تمام؟ هاي هي معناها البروبريوسبشن. فالبروبريوسبشن بيكون موجود باللامينا 5 6 7 و8، تمام؟ طيب خلينا نفسرهم اكثر شوي. مثل ما حكينا لامينا 5 و6 بيكون موجود بالبيز اوف دورسال هون، والدليل هي احنا خلصنا الدورسال هون، هاي البيز اللي هي قاعدته، تمام؟ بيكون موجود 5 و6، تمام؟ مسؤولة عن ايش؟ مثل ما حكينا receive most of the proprioceptive afferents، تمام؟ بيكون مسؤول عن البروبريو اسبشنز، برضه بيجي انبوتس او بيجي معلومات من الهاير سنتنس، تمام؟ فعشان هيك كونها مسؤولة عن البروبريوسبشن، هاي اللاميني بتكون كثير مهمة بالموفمنت، تمام؟ برضه تحتوي على سباينوثالاميك تراكت، بتكون إلها سينابس، بصير فيها إلها سينابس للسباينوثالاميك تراكت، حنحكي عنه بالاناتومي بالفسيولوجي. السباينوثالاميك تراكت بيكون مسؤول عن التمبريتشر، تمام؟ بيكون مسؤول عن التمبريتشر سنسيشن. يعني بدي اياكم تعرفوا من اللامينا 5 و6 بتكون مسؤولة عن البروبريو اسبشن، بتكون مسؤولة برضه بيكون فيها جزء من السباينوثالاميك تراكت. طيب ما إلها أسامي، يعني هاي مسهلينها عليكم. طيب لامينا 7 أو لامينا 7 بتكون فيها الكلارك كولوم، قبل شوي حكينا عن الكلارك كولومز وعن الانترميديو لاترال كولوم، هذول التو كولومز برضه مسؤولين عن ايش؟ كونهم بلامينا 7 اكيد مسؤولين عن ايش؟ مثل ما حكينا عن البروبريوسبشن، تمام؟ يعني مسهلينها عليكم. من لامينا 1 ل 4 بتكون مسؤوله عن السنسيشن وخصوصا البين سنسيشن، لامينا من لامينا 5 ل 8 بتكون مسؤوله عن البروبريوسبشن، بيكون في عندنا بلامينا 7 الكلارك نيوكليوس او الكلارك كولومز، بيكون عندنا ايش برضه؟ بيكون عندنا الانتر ميديو لاترال كولوم، تمام؟ الكلارك نيوكليوس بنسميها دورسال نيوكليوس او بنسميها ثوراسيك نيوكليوس، لها اكثر من اسم. طيب برضه بيكون موجود عندنا باللامينا 7 بلامينا 7 بيكون عندنا موجود البريغانجليونيك سمباثيتك بريغانجليونيك نيورونز، تمام؟ فبدي اياك تكونوا عارفين من اللامينا 7 انه بيكون فيها كلارك كولوم، بيكون موجود فيها الانترميديو لاترال كولوم، بيكون موجود فيها السمباثيتك بريغانجليونيك نيورونز، بتكون جزء من السمباثيتك تشين. طيب لامينا 8 برضه ايش؟ بيكون موجود فيها البروبريو سيبتيف انترنيورونز. طيب لامينا 10 مثل ما حكينا لامينا 10 بتكون موجوده بالسنترال كانال، لامينا 9 بيكون موجود فيها الالفا والجاما موتور نيورونز، تمام؟ يمكن اخذته بالفسيولوجي او ما اخذته مش عارف، بس عشان اذكركم الالفا والجاما موتور نيورونز اخذته شيء بنسميه انت لما بالماسل سبندل، ايش بنسميه الماسل سبندل، يا انها بتكون اكسترا فيوزال يا اما انها بتكون انترا فيوزال. ايش الفرق بيناتهم؟ الاكسترا فيوزال هي بتكون المسؤوله بشكل اساسي عن الحركه، هي بتعمل كونتراكشن بشكل اكبر. الانترا فيوزال لا، بتكون مسؤوله اكثر عن السنسيشن، ما بتعمل حركه بشكل كبير. فالاكسترا فيوزال اللي بيغذيها الالفا موتور نيورونز، بينما الانترا فيوزال بيغطيها او بيغذيها الجاما موتور نيورونز. بس هذا اللي بدك تكونوا عارفينه، هي معلومه زياده اصلا. طيب مثل ما حكينا عن اللامينة، حكينا عنهم بشكل سريع من لامينا 1 ل 4 بيكونوا مسؤولين عن السنسيشن، بيكون موجود لامينا 1 بنسميها لامينا مارجيناليس، لامينا 2 بنسميها سبستانشيا جيلاتينوزا، لامينا 3 بتكون فيها جزء من السبستانشيا جيلاتينوزا وجزء من نيوكليوس بروبريوس، لامينا 4 بيكون فيها نيوكليوس بروبريوس. طيب من لامينا 5 للامينا 8 ايش بيكونوا موجودين فيهم؟ بيكون موجود فيهم البروبريوسبشن. اللامينا 7 لها خصوصيه انها ايش بيكون فيها؟ بيكون فيها الكلارك نيوكليوس والانترميديو لاترال كولوم، برضه بيكون موجود فيها ايش؟ سمباثيتك بريغانجليونيك تمام كولوم. 9 ايش بيكون فيها؟ 9 بيكون فيها الالفا والجاما موتور نيورونز، ال 10 بتكون على السنترال كانال. طيب لامينا 1 ايش برضه فيها خصوصيه مثل ما حكينا؟ بيكون فيه محاطه بالوايت ماتر او بالوايت ماتر اللي بنسميه ايش؟ تراكت اوف ليساور او تراكت اوف ليسور، تمام؟ طيب هاي هون بحكي لك عنهم، هاي اسمائهم مارجينال زون، هاي سبستانشيا جيلاتينوزا، نيوكليوس بروبريوس، نيوكليوس كلارك نيوكليوس، انترميديو لاترال نيوكليوس، هذول وين بيكونوا موجودات الثنتين؟ باللامينا 7، مظبوط؟ طيب في عندنا الموتور نيورونز وين بتكون موجودات؟ بكون موجودات باللامينا 9، في عندنا الفا موتور نيورونز، في عندنا جاما موتور نيورونز. 10 لامينا 10 وين بتكون موجوده؟ محاطه بالكوميشالز، محاطه بالسنترال كانال او بتكون موجوده على السنترال كانال. طيب
اخر شيء عندنا ديفيجنس اوف وايت ماترز، هذول الوايت ماترز بيكون موجود فيهم ايش التراكس اللي حنحكي عنهم بعدين. طبعا نصيحه يعني مهم جدا جدا تفهموا التراكس، اهم شيء تفهموهم وتعرفوا الاناتومي تاعهم. اللي في عندنا الدورسال كولوم او الدورسال فانيكيولاس، في عندنا اللاترال فانيكيولاس اللي بيكون فيه سباينو ثالاميك تراكت، في عندنا هون الدورسال تراكت او الدورسال ميديال لمينيسكس تراكت حتعرفوا بعدين. برضه في عندنا الانتيريور وايت كوميشر، وبيكون في عندنا الانتيريور كولوم والانتيريور لاترال كولوم او سالكس. بس يعطيكم العافية، يعطيكم العافية.